غلاء الأسعار عنوان المدينة البارز في شوارعها هذه الأيام، خصوصا بعد الارتفاع المفاجئ لأسعار المواد الغذائية بسبب عدم توفرها وصعوبة الحصول عليها، بالإضافة إلى إغلاق المنافذ الجوية والبرية والبحرية من قبل التحالف. بالنسبة للقرار اللي اتخذوه دول التحالف بغلق المنافذ البحرية والجوية والبرية على اليمن ليس حل صحيح من أجل أنهم يتقوا شر الصواريخ. هذا الإغلاق أدى بنكسة كبيرة بالنسبة لليمنيين، غلاء في الأسعار، انعدام المشتقات النفطية، ركود في الأسواق، منع الناس من الخروج أو الدخول إلى اليمن. هم يعتبروا حل، نحن لا نعتبره حل، نحن نعتبره حصار. غياب المشتقات النفطية كالغاز المنزلي ومادتي البترول والديزل هو الآخر ضاعف من حجم معاناة السكان هنا، إذ يرى الأهالي أن غياب الرقابة من قبل أجهزة السلطة المحلية المعنية بالأمر ساهم في انقطاعها وارتفاع أسعارها أمام جشع التجار في سنوات الحرب التي تعيشها المدينة. بالنسبة للغلاء والأسعار، غلاء فاحش عندنا بالذات بتعز، تعز الآن أصبحت محاصرة من جميع الجهات، فوق هذا الغلاء الآن أصبح يعني عيب كبير، زاد الطين بلة فوق المواطن نفسه. المواطن الآن يعاني من جميع الجهات، سواء كان من راتب أو من حيث الإقصال حتى أو من الأسعار المرتفعة. الآن المشتقات النفطية ارتفعت بسعر جنوني، يعني الدبة وصلت إلى حدود 15,000، الديزل والنفط والبترول كذلك. تقدر تقول الآن أنه أصبحت مأساة، تعز الآن في مأساة جدا. انهيار العملة المحلية أيضا وانعدام السيولة المالية أسهما في تدهور الوضع المعيشي، فيما يرى مراقبون أنه صار من الضروري وضع الحلول لمواجهة الأزمة ومواجهة عجلة التدهور التي تنذر بحلول كارثة متوقعة. 3 سنوات من عمر الأزمة، لكنها مع قرار إغلاق المنافذ وسباق التجار على رفع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، تتفاقم الحالة الإنسانية في مدينة تعز، بحيث تدفع ما تبقى من أمل نحو المجهول. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.